اسفي اسفي كل نهار كيخرج عدد كبير ديال الفليك بحال هادو كيديو معاهم شباب. هاد الشباب اللي مازال بعض منهم قصيرين 14 13 سنه، وكاين فيهم اللي وصل سن اللي نورمالمون في بلاد كتحترم الانسانيه كتكون يلاه بدا الحياه. عندنا حنا وصل سن الياس. هاد الشباب كان بيناتهم بزاف ديال الابطال الرياضيين اللي غيكون لينا معاهم لقاء، غادي يكون لينا لقاء ايضا مع الاسر ديالهم، غادي نحاولوا نوصلوا السبب اللي خلاهم يركبوا قوارب الموت، والسبب اللي خلاهم اصلا يقولوا من الرياضه يخ. هادشي كامل غادي تشوفوه معنا في ريبورتاج مصور بالتفاصيل. ملاكم مسفيوي مغربي بطبيعه الحال، جيت نبين واحد من بعد ما تارت واحد ضجه كثير هذه الايام هذه على من بعد توالي الهجره السريه للرياضيين والملاكمين خصوصا ملاكمين مسفيويين. فمن بعد ما كان هاجر يوسف حرشي، من بعد منها بشهور قليله هاجر وراه محمد بلهنان ملاكم نادي أطلس أسفي، وكنتبعو أنايا العضراوي الحسين ملاكم نادي أبطال أسفي، ومؤخرا هذا الأسبوع شي تقريبا شي أربعة أيام دابا التحق بالديار الإسبانية الملاكم عبد العظيم الميس، حتى هو معي في النادي ملاكم نادي أبطال أسفي. فاللي خلى من بعض الأسباب، هي أسباب كثيرة، وبعض الأسباب اللي خلات هذا الشيء وقع وهاد الملاكمين يهاجروا، وهو التهميش الرياضيين وتهميش الملاكمين خصوصا ملاكمين في مدينة أسفي. أنا كنهضر على مدينة أسفي. تهمشوا مهمشين بزاف، ما كاينش شي اهتمام. الملاكم كيتعذب كيضرب برجليه وبيديه كيف كنقولوا بالدارجة، وفي آخر المطاف ما كيتجاذب حتى شي حاجة. ولأن قضية العضراوي وغيره من الشباب هي قضية إنسانية بالدرجة الأولى، كان لابد نسمعوا لعائلته اللي أكيد كيف غتشوفوا معنا معاناتها لا تقل عن معاناة الأبطال. ولدي مسكين ما خلاش فين مشى، لعب في العيون، لعب في طنطان، لعب في الرباط، لعب في مراكش، لعب في أكادير، لعب في الصويرة، لعب في الجديدة، كلهم الماتشات ديالو نقيين، كلهم رباح وفي تقنيات عالية، وأنا كنفتخر به. يعني الدري مسكين ملي تكمل من الرينق هو جمع ساكو تعطوه 100 درهم محسوماش مازال، كفت ال 100 درهم ما لقاوش اللي يمد لهم يد المساعده. يعني هذا البطل، هذا بطل المغرب، عصبه الابطال وكاس العرش، يعني كان عليه يكون في المنتخب ياك اخويا، كان عليه يكون في المنتخب يكونوه كما تكون الرابعي وغيره. زيد وزيد الله يسهل عليهم والله يرضي عليهم والله يوفقهم والله يوفق الجميع. صافي قررت انني نلتحق بديار المهجر ونركب قوارب الموت كيف كيسموها، مغامر. كنقول حطيت رجل هنا وحطيت رجل هنا، واللي بغى الله هذيك الساعه هي اللي كاينه، فهمتي؟ ما الحمد لله، الإيمان قوي، ودعوات الوالدين كانوا معايا. فشديت الرحال ووصلت. ملي وصلت هنايا عانيت واحد شويه في البدايه، حيت ما راك كيف كيعرف الجميع واحد جاي ما عنده لا عائله هنا لا والو، راه ما غاديش يجي هذاك الشيء بالسهل. ملي وصلت لبلجيكا الحمد لله تلاقيت مع واحد جوج دراري صحابي،
محمد السردي صاحبي هو يا واحد واحد الاخ واحد اخر هو صاحبي بلا ما نقول الاسم ديالو. صافي بقيت معاهم في بلجيكا واحد المده. من بعد قررت انني نطلع لهولندا. طلعت لهولندا التحقت بهاد الناس هادو وحكيت لهم الوضعيه ديالي وهداك الشيء، تفهموا الوضع وتكلفوا بيا دابا حاليا. الحمد لله راني بخير وعلى خير. ان شاء الله من هنا لقدام نتمنوا خير وغادي نكمل ان شاء الله داك الشيء اللي بديتو. كيف دق حلوا ليه الباب وعنقوه بيديهم بجوج؟ دابا راه في هولندا. انا من هذا المنبر كنشكر هذوك الناس. دري من شافوه مسكين عامر قلبه عامر، جابوا لي طبيبه نفسانيه جلست معاه، قالت له ولدي جلس خوي داكشي اللي عندك في صدرك كامل خوي، ما تخلي حتى شي حاجه، طاو الدواء طاو الحوايج طاو السبادريات طاو. ها انتم الصوره، هاي الصوره، هذه في امستردام. هادو الاخوه اللي استقبلوهم تما، الشبان المغاربه. الشباب هنا فاز فيه كلشي، هز ساكو على كتفو هرب، كلشي عطاها الحرقه. والسبب فقر، تهميش، بطاله، حقره، سياسه وساسه. قرروا انهم يبيعوا الارض والعرض باش يعيشوا هم واولادهم وترجعوا افضل عيشه. نقول لك كان عايش واحد الاجواء اللي ما كيتصورهمش البال، بطل وماشي بطل. انا نختصر لك، انا هاد الابطال اللي حرقوا مثلوا المدينه بواحد الصوره اللي هي شنقول لك كتر من زوينه، صرفوا المدينه. وبحال هاد الابطال اللي مشاو مابقيناش غادي نعوضهم. منهم بزاف ديال الابطال، منهم العذراوي، منهم المرحوم الكتاني. لا انا كيف قلت لك المرحوم امين الكتاني هما السبب ديالو، بحال ننتقموا منه وننتقموا من المرحوم الملاكم الاخر اللي هو ايت موسى حمزه، بحال كيقتلوا في الابطال بواحد الطريقه بشويه بشويه حتى كيسالوا معاهم. هادشي اللي غنوصلوا ليه تحنايا. حتى انا كنتسنى هاد القضيه ديال الحريق، انا ولت كنفكر فيها. علاش بدك تسول تقول لي علاش كتفكر في هاد القضيه ديال الحريق؟ حيتاش هاد المدينه هادي ما دايرهاش لنا قيمه، حنا كنعطوه هي ما كتعطيناش. حنا كنعطوه كنجيبوا واحد اخر من مدينه اخرى كنديروا ليه قيمه وكنديروا ليه بلاصتو، ولكن اللي خاصهم يتشرفوا في المدينه ما كيتشرفوش. اشنو السبب؟ واش ما استاهلوش؟ ها انا مشيت مؤخرا، مشيت للمندوبيه ديال الشباب والرياضه، مشيت انا والبطاله سلمان الحجامي وطلبنا شي حوايج اللي بساط. استقبلتنا واحد السيده تما كاين في الاداره، بحال قلتي تنقصت منا، تنقصت منا صراحه، هي تنقصت منا بواحد الدرجه ما تصورش. قالت لينا خلينا النيميرو ديال التليفون ديالك، خليت النيميرو تاع التليفون ديالي انا وسلمى، قالت لينا غنعيط لكم ان شاء الله غادي يكون خير. دازت واحد المده، نيت واحد فتره طويله ما كاين والو، ما كاينش لا جواب لا اتصال لا والو. كنت كنتسنى غير تتصل بيا وتقول لي راه ما لقيت لكم زعما الجهد ولا شي حاجه، سمحوا لي ولا ما اعتبرتناش، درتنا بحال ما كاينينش. وهذوك الناس انا شنقول لك كيشوفوا غير مصالح ديالهم هما، دايرين اصلا جمعيه بيناتهم، داكشي اللي كيجي كيدعموا بهم راسهم، كيدعموا بهم الجمعيات ديالهم. كاينين الناس تما كاين في المندوبيه بلا ما نجبد الاسماء ديالهم، عندهم جمعيات كيدعموا اللي بغاو، ما كيدعموش الشباب اللي عاطي ومكون ومكرفص. ما كاين هذاك بحال ما لا شيء، ما كاينش.
رسالة أخيرة كنقول لهاد المسؤولين يفيقوا شوية ويديروا بحساب الأبطال اللي كيمثلوا أسفي، ولا بقينا على هاد الوضع هذا راه أسفي كامل غيخوى. ولأن المشكل فيه أيضا شق سياسي، اتصلنا بالنائب البرلماني سي حسن العديلي اللي عطانا هاد التصريح هذا. أولا بغيت نشكر الموقع الإلكتروني أشواقع على هذا الاهتمام بهذا الموضوع وبغيره من المواضيع. هو أولا هاد ما عرفتش واش يمكن نسموها ظاهرة ولا حالات، لأن لا أعتقد بأنها تحولت إلى ظاهرة، هي بعض الحالات التي بدأت تطفو فعلا في الممارسة الرياضية في المغرب عموما وحتى خارج المغرب، حتى خارج المغرب في الدول النامية. طبعا أنه أسفي حتى هي نالها يعني نصيب من هذه الإشكالات اللي مطروحة ديال الهجرة ديال الرياضيين. هذا الموضوع هذا لا يقل لا يختلف عن الموضوع ديال هجرة الأدمغة، يعني في المحصلة واحد المجموعة ديال الناس اللي كيكونوا في البلدان ديالهم كتكون ظروف متعددة تؤدي بهم إلى الهجرة ومنهم الرياضيين. ولذلك هذه الظاهرة هي ظاهرة على كل حال لا تشرف المغرب وتعكس وجود إشكالات حقيقية بالنسبة للممارسة الرياضية، وأولها هو الصعوبات اللي كيعانوا منها الرياضيين في الممارسة ديال الرياضات ديالهم، إن على مستوى البنية التحتية الرياضية وعلى مستوى الظروف المادية التي تبقى دون المستوى المطلوب. فإذن هذه بعض الأسباب الموضوعية التي تؤدي إلى اختيار هذا الخيار ديال الهجرة من طرف هذ الرياضيين، خاصة في الرياضات، في بعض الرياضات يمكن كرة القدم فيها هذا الشيء محدود جدا، ولكن في رياضات أخرى هناك ظروف مزرية يمارسوا فيها، نعم خاصة الرياضات الفردية، يعني بمجرد ما كتتاح الفرصة للرياضي أنه يكون في واحد المنافسة دولية إلى لقى فرصة في أنه يلتحق بأندية أخرى أو يلبس ألوان أخرى، فهو في النهاية يبحث على الترقي الاجتماعي والمالي وعلى البحث على ظروف أفضل لممارسة الرياضة دياله. هو إلى يعني لا بغينا نقوله واش ممكن والعمل البرلماني بالطبيعة دياله هو عمل رقابي، يعني يراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية. طبعا احنا في اللجنة ديال لجنة الشؤون الاجتماعية اللي فيها قطاع الرياضة كيكون هذا الموضوع يعني مطار نقاش مع الوزير ديال القطاع، ولكن يعني احنا كنعولوا كثيرا على الاستراتيجية الجديدة اللي كتشتغل فيها دابا الان وزارة الشباب والرياضة المتعلقة بالرياضة، واللي الهدف منها إعادة هيكلة الحقل الرياضي من جديد، لأن كاين توجيهات ملكية في هذا الاتجاه، والقطاع الوصي يعبر عن إرادة الحكومة في أنه يحاصر هذه الظاهرة. ولكن على كل حال أنا بكل صدق يعني كنعتبر بأن هذا المشكل مشكل مركب ومشكل صعيب، لأنه يصعب أنك تحكم في الناس لما يكونوا خارج المغرب، وذلك لابد من مقاربة مندمجة كتبدأ أولا من توفير البنيات التحتية الرياضية، ثانيا صون ديال الحقوق ديال الرياضيين. ما يمكنش رياضي كيشارك في منافسات على مستوى وطني كبير أو حتى على مستوى قاري أو دولي وكيحصد ألقاب كبيرة وكيكون عنده تعويضات هزيلة جدا. وحنا في فريق العدالة والتنمية سبق أن استقبلنا الفريق الوطني للدراجات اللي كان توقف على المشاركة في طواف المغرب، والسبب أنه ذاك شيء يعني مؤسف أنه يكونوا ناس كي يأخذوا 60 درهم و100 درهم و150 درهم، كيفاش غادي هذا السيد إلى تحت له الفرصة يخرج خارج المغرب ما يخرج. طبعا نحن لا نشجع هذه الظاهرة، ولكن كنقولوا خاص الحكومة تحمل المسؤولية ديالها والقطاع الوصي في توفير الظروف اللازمة وصون حقوق هؤلاء الرياضيين باش يبقاو يلعبوا ويشاركوا بالقميص الوطني. الدور ديالنا احنا طبعا هو اننا نزيدوا الرقابه في هذا، والاعلام الدور ديالو هو يزيد
يثير انتباه لهذه القضيه، لان في الحقيقه انا لما خبرتوني بالموضوع ديال 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 سميتو عاودت بحثت في يعني في دور البرلمان ومساهمته في مساءله الحكومه في هذا الاتجاه، وخدينا مبادره رقابيه لمساءله وزاره الشباب والرياضه على اشني الاجراءات والتدابير العمليه اللي غتقوم بها باش تحاصر هذه الظاهره هذه. البحر بان وشي لوحات مرفوعين فوق الموجات، البحر بان وشي لوحات